لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يشمت بصاحب معصية، فقد يعافيه الله ويبتليك. فإن رأيت أحدا ممن ابتلاه الله فردا أو جمعا في المعاصي، فأول ما تقول: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم اسأل الله العافية والسلامة لأخيك أو أختك، ثم اسأل الله جل وعلا الثبات لنفسك، وغير ذلك من الطرائق المشروعة، لا أن تشمت بأحد المسلمين فيما وقعوا فيه من معاصي.